منوري منوره ان شاء الله حياتكم في امن وامان باذن الرحمن. هاد الايام الاخيره وخاصه ملي دخلنا لسبتمبر اوكي، وغادي يبقى هادشي حتى لاخر ديسمبر، الطاقه ديال الارض كتعلى بزاف وطاقه الكون كتعلى بزاف، وكاين كما قلت لكم راه شحال هادي كاين تسارع ديال الزمن والوقت وحتى التسارع ديال المسافات. لان مؤخرا الدوسيات اللي ما محلولينش وما حبيناش نحلوهم غيتحلوا بواحد القوه وواحد الجهد اللي ما غاديش نتخيلوا على بالنا. اي دوسي، دوسيه الزواج، دوسيه الاولاد، دوسيه ديال المرض ولا الصحه، دوسيه ديال العلاقات، اي نوع من الدوسيات اللي اما حنا ما كناش باغيين نحلوهم او لحليناهم وما مشيناش فيهم بعيد، دائما تنقول لكم سيروا حلوا دواسيكم بيديكم باش يتحلوا بشويه وتمشيو فيهم بشويه وعلى خاطركم بالريتم ديالكم. لكن مؤخرا غادي تلقاو بان الاكثريه